لكنه انتقال صعب بسبب ما يكتنفه من عراقيل وصعوبات، بعضها سياسي، بعضها اقتصادي اجتماعي، بعضها فكري قيمي يتعلق بمنظومة القيم وبما يعتقد الناس وبنظرتهم كذلك إلى العالم وبعلاقتهم فيما بينهم وعلاقتهم. تموا بالإشكالية التي ذكرنا وهي ثقل الماضي وعدم قدرتنا على التعامل معه بشكل علمي، وعدم قدرتنا على النظر إليه خارج عواطفنا الجياشة. وأستاذ دكتور طبيب من مصر اهتم أيضا سواء بالكتابة أو إعلاميا في التلفزيون وفي الفضاء الأزرق، اهتم بموضوع العلم والتفكير العلمي والخرافات السائدة في المجتمع وكيف يمكن علاج العقول من هذه الخرافات، وهذا كله يصب في عمق إشكالية التنوير. هذه الكلمة التنوير عندما نتأملها نجد أنها تقابلها ما هو معتم وما هو مظلم. التنوير لأن هناك ظلم، هناك ظلام، ولكن عندما نتأمل في كلمة التنوير على الأقل في 200 عام الأخيرة في أدبيات الفلاسفة والمثقفين والمفكرين وحتى الفنانين، سوف نجد بأن هناك كلمتان تحددان معنى التنوير، كلمة الشجاعة وكلمة العقل. وهذا يجعل أن التنوير أن تكون لديك الشجاعة لأن تستعمل عقلك بنظام لكي تصل إلى المعارف بنفسك. وتتذكرون أن أول فيلسوف ظهر في تاريخ الفلسفة قبل 2500 عام وهو سقراط، الذي كان يتمشى في الأسواق ويحدث الناس ويسخر من جهلهم ويطرح أسئلة. الجهل، وناقشت دكتوراه في الأدب الفرنسي من السربون، ولكنها حملت هموم مجتمعها التونسي، وجدت أن مجتمع تونسي مثل المغربي والجزائري والليبي والمصري مجتمعات ما زالت لم تتحرر من ثقل الماضي، وما زالت لا تستطيع النظر إلى هذا الماضي بعقلانية. ولهذا ألفت كتابين، كتاب صدر عام 2016 هو Les derniers jours de Mohamed، الأيام الأخيرة لمحمد، وفيه معطيات لا يعرفها كثير من الناس لكنها بالحفريات التي قامت بها قربت هذه الأيام الأخيرة للناس ودفعتهم إلى أن يفكروا بشكل مختلف في هذا الماضي المقدس. والكتاب الثاني لكاليف مودي خلفاء العلوم هو أيضا كتاب صدر حديثا يعني بعد عامين من صدور الكتاب الأول، لكن من المؤلم أن أقول لكم وأتوجه هنا إلى المسؤولين في بلدنا المغرب وإلى الأجهزة التي عوض أن تكون يقظة ضد الرشوة وضد أنواع الفساد تصبح يقظة ضد الكتب وتمنع هذين الكتابين في بلدنا. من المحزن ومن المخجل أن تمنع كتب في 2019 وفي بلدنا هذا، وقبل أقل من عامين منع كتاب لمؤلف مغربي وكان الأكثر مبيعا في تونس يمنع في بلده ويحتفى به في تونس ويباع كما يباع لبتيبا كيف يقول الفرنسيين في معرض الكتاب بعاصمة تونسية، ونحن نمنعه والمجالس العلمية الدينية تمنع الكتب كما يقوم الأزهر بذلك في معرض الكتاب بالقاهرة لمنع نفس الكتاب الذي منع في المغرب. هذا شيء مخجل، على سلطاتنا أن تحترم عقولنا وتحترم ذكاء الناس وتحترم
العصر الذي نحن فيه، نحن في 2019 لم يعد يمكن منع الكتب، لأن هناك النسخ الإلكترونية التي يطلع عليها عشرات آلاف ومئات آلاف من الناس. ولهذا نحتفي بهذا الورد اليوم لكي نقول بأنها من حقها أن تقرأ في المغرب وأن تقرأ في أي بلد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط والعالم، لأنها بذلت جهدا عقليا لكي تقرب معطيات علمية للناس. معنا كذلك الدكتور خالد منتصر، وهو طبيب وإعلامي وكاتب، بكتاباته يحرك الكثير من المواجع في مصر وفي بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وببرامج الإعلامية سواء خارج النص أو تفكروا، وكل الجهد الذي بذله في المجال الإعلامي يحاول أن يستضيف وجوه فكرية وأن يجعلها تبلغ رسائل هامة وثمينة عبر الصورة وعبر الإعلام. وكتابه حول خرافة الإعجاز العلمي للقرآن منع في مصر للأسف منذ 20 سنة، منع في مصر ومنع بكيد من المؤسسة الدينية في مصر، وبالطبع لم يستطع هؤلاء الذين منعوه أن يناقشوا، والعنف والمنع دائما هو المداخلة تحت رعايتهم. وشكرا للحضور اللي كلف نفسه وجاء باش يسمعنا. يعيش عيشكم. لكل نحب في البداية نقول كلمة على المحور اللي اخترته كمدخل لهالإشكالية المعقدة، اللي هي إشكالية الحقيقة والأسطورة ورهانات التنوير. هي في الحقيقة إشكالية معقدة وبسيطة في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه المفاهيم مبدئيا واضحة، الحقيقة شيء والأسطورة شيء آخر، وممكن اختزال الفرق بينهما في الفرق بين الواقع والخيال. لكن الممارسة خلت الأمور تتعقد، ولدت خلط خطير حسب رأيي بين الحقيقة والأسطورة. ولما أتحدث عن الممارسة أقصد شيئين بالتحديد. أولا التوظيف السياسي للتاريخ. بعض الإيديولوجيات، ما الأمر لا يخفاكم، تستعمل فترة سياسية ما لتبرير سلوك قمعي عنيف، فمثلاً باسم تمجيد وإحياء فترة الخلافة الأولى التي تسمى الخلافة الراشدة، تقوم بعض الحركات السياسية بفرض مؤسسة الخلافة كمؤسسة دينية مثلى لا مفر منها إذا أردنا إعادة المجد للمسلمين. احنا في تونس مثلا في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 لما انتصرت حركة الإخوان المسلمين، حركة النهضة في وجهة الأولى في الانتخابات، الكاتب العام سابقا لحركة النهضة حماد جبالي اللي أصبح بعد أسابيع الوزير الأول ورئيس الحكومة، بشر أنصار حركة النهضة بقيام الخلافة السادسة الراشدة في تونس. وفي غالب الأحيان التوظيف السياسي للماضي يأخذ شكل التزوير التاريخي الفاضح، يعني موش تجميل فقط. فمثلا تقدم الكثير من التيارات الرجعية فترة الخلافة الأولى كفترة مثالية، وتقدم الصحابة على أنهم تقريبا ملائكة علينا أن نمشي على خطاهم. لكن لما نتمعن
في مصادر التراث الإسلامي نفسه نرى أنهم كانوا أشخاصاً عاديين، لهم ملائكة ولهم شياطين، كانت لهم طموحات سياسية ومخاوف جعلتهم يتصرفون بصورة تصل أحياناً إلى حد الانتهازية والماكيافيلية. وأعطي هنا مثالين طرقت لهم بصورة يعني مفصلة في الكتابين اللي تفضل سيد أحمد منذ حين بتذكيرهما. المثال الأول هو تصرف الصحابة الملائكة مع الرسول خلال فترة مرضه الأخير وخلال الساعات الأولى بعد وفاته. فمثلا وهذا الحقيقة شكل حتى بالنسبة لي صدمة شخصية لأني كنت نتصور اللي هذه من أساطير الشيعة، الرسول منع من كتابة وصيته والخبر مذكور بتفاصيل عديدة في كتب السنة وفي كتب الصحاح وفي حتى في بعض التفاسير القرآنية وحتى في سيرة ابن هشام، كما أن جثمانه ترك على الأقل يوما أو اثنين دون دفن، في حين أن الصحابة كانوا مشغولين في سقيفة بني ساعدة يتخاصمون على الحكم. أبو بكر وعمر ابن الخطاب لم يحضروا جنازة الرسول. العنصر الثاني الذي يخص، وهو المثال الثاني الذي أقدمه، الذي يخص هذه الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام. أقول حرجة لأنه بعد وفاة الرسول كثير من المسلمين اعتقدوا أن الإسلام انتهى، سيدفنوا مع الرسول. قلت العنصر الثاني الذي يخص هذه الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام والذي نرى فيه فعلا كيف وقع هذا التزييف الفاضح للتاريخ وخلق أسطورة مفبركة، هو ما يدعى اليوم من إجماع حول اختيار أبي بكر الصديق كخليفة للرسول. لم يكن هناك إجماع أبدا، والدليل على ذلك هو المعارضة الشديدة التي واجهها الخليفة الأول منذ الأسابيع الأولى من توليه الخلافة، وقد بانت هذه المعارضة حتى في سقيفة بني ساعدة التي انتهت كحلبة مصارعة شتائم وضرب. وبعد انتهاء اجتماع السقيفة، اجتماع كان انتهى بفوضى عارمة، كان أبو بكر الصديق في مواجهة مفتوحة مع عائلة الرسول، وفي مقدمتهم فاطمة بنت الرسول التي لعنت أبا بكر الصديق، وهذا ما يفسر عنوان السلسلة التي بدأت في نشرها الخلفاء الملعونون، وقالت له لأدعون عليك في كل صلاة أصليها. أني طبعا احتجت على شرعيته كخليفة لوالدها، وكذلك احتجت لأنه حرمها من ميراثها. طبعا شخصية أبي بكر الصديق شخصية معقدة، وهذا من بين الحاجات اللي شخصيا صدموني شوية لما طلعت على كتب التراث الإسلامي. اكتشف أن أبو بكر الصديق لما واجه كل هذه المعارضة وخاصة الخصومة الكبيرة مع فاطمة عملت له أزمة يعني وجودية، وأصابته حالة من الإحباط إلى درجة أنه قدم استقالته. لما تأخذوا مثلا، نعطيكم يعني كمثال لأنه يعني المعلومة موجودة في كثير من المصادر، لكن لما تأخذوا مثلا كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبري، ما يزمكمش تفصلوا على الطبري صاحب تاريخ أمم الملوك،
الرياضة النظرة في مناقب العشرة فما باب كامل مخصص لاستقالة أبي بكر، لكن الصحابة تشبثوا به وقالوا له لا نقيلك ولا نستقيلك. في العينة الثانية التي أريد أن أقدمها في علاقة بهذا التوظيف السياسي للتاريخ الذي تقوم به بعض الحركات الإيديولوجية المتطرفة وغير المتطرفة للانقضاض على الماضي ومصادرته ولتجعله ساعات يعني أداة حرب، آلة حرب، شين دوغير لفرض نوع من الحكم الفاشي، هو فترة حكم الخلفاء الراشدين. فقد وقع تجميل مفرط في ومبالغ فيه لفترة حكمهم، وهذا كما قلت منذ حين هذا التجميل يصل أحيانا إلى حد التزييف. فمثلا تأسيس الخلافة الأولى كان مرتبطا بما يسمى حروب الردة، يعني تقريبا سنتين حكم لأبي بكر الصديق خصصت كلها حرب في الجزيرة العربية ضد ما يعبر عنه بالأنبياء الدجالون، طليحة، مسيلمة، سجاح، الأسود العنسي وغيرهم. هذه الحروب ظاهريا كان الهدف منها دينيا، يعني تطبيق الحد على من ترك الإسلام بعد وفاة الرسول. لكن في الحقيقة، وهذا ما تكشف عنه المصادر الإسلامية السنية نفسها، فإن الكثير من القبائل العربية لم ترتد عن الإسلام، بل رفضت فقط دفع الزكاة إلى الخليفة لأنها كانت تعترض على شرعيته، وكذلك لأن الكثير من رؤساء القبائل العربية العريقة، قبيلة كندة، طي، هوزان، رفضت أن تكون خاضعة لحكم شخص من قبيلة قريش. يعني العصبية القبلية هي اللي حركت، كانت وراء هذا الرفض لأبي بكر الصديق. إذن الردة كانت غطاء دينيا لحروب سياسية بامتياز حاول من خلالها الخليفة الأول بتعلة الدفاع عن الإسلام فرض نفسه كسلطان على الجزيرة العربية. ونجد تقريبا إلى اليوم نفس التوظيف للدين في معارك سياسية، حيث أن لجوء بعض الحركات إلى العنف والاختيال والإرهاب يعتمد على مقولة الإسلام في خطر. إذن فإن أسطورة الخلافة الراشدة بنيت على صورة مزيفة للتاريخ، لأن مؤسسة الخلافة كمؤسسة سياسية ملونة بالدين تصبح بفضل هذه الأسطورة يعني نوع من المؤسسات المقدسة، عندها طابع مطلق لا يمكن لأحد التشكيك في شرعيتها، في حين أن الجيل الأول من المسلمين لم يكن لهم أبدا هذا التصور ولا هذا التمثل للخلافة. وأكبر دليل على ذلك، وهذا هذه معلومة تولي الناس الكل تعرفها، هو أنه على 4 خلفاء 3 منهم ماتوا مقتولين بطريقة شنيعة من قبل مسلمين. وهنا لا أتي بجديد، نذكر فقط كتاب العالم المصري علي عبد الرازق وكيف تعرض إلى الاضطهاد بعد نشر كتاب الإسلام وأصول الحكم. لذلك وحتى أعود إلى عنوان لقائنا اليوم، فاسمحوا لي أن أقف عند هذه الكلمة الرائعة
التنوير. سيادتك سيد أحمد علقت على الكلمة وعطيت الأبعاد والدلالات اللي وراءها، واسمحوا لي يعني من غير حتى يعني انتصار وإلا محاباة لتونستي، فإنه كلمة التنوير لما قرأت عنوان الحصة، هذه الحصة المسائية، ذكرت مباشرة العنوان تفسير العلامة التونسي الطاهر بن عاشور، لأنه عنوان تفسير القرآن اللي تبعه في السبعينات اسمه التحرير والتنوير. لذلك بالنسبة لي كلمة التنوير مرتبطة ومقترنة بكلمة التحرير. وفعلا أعتقد أن التنوير لا يتحقق إلا بعد تحرير العقول. سامحوني فما شوية تسمعوا فيها، من عندي إحساس اللي في آخر القاعة ما هوش يسمعوا فيها. صوت واسط؟ تفضلي. سامحوني. أعتقد إذن أنه التنوير لا يتحقق إلا بعد تحرير العقول من سطوة الأسطورة التي تقدم لنا الماضي كعالم مثالي طوباوي كجنة طردنا منها. وهذا التحرير لا يتحقق بدوره إلا بعملية فصل أو حتى قطيعة إبستيمولوجية بين الواقع التاريخي، أي الأحداث التي صارت في ظرف زماني ومكاني معين، يعني أحداث نسبية، والتصور الأسطوري للماضي الذي يجعله تقريبا عبئا علينا وسجنا، وكأنه حكم علينا بالاجترار المتواصل لأكذوبة تجذرت فينا. هذه الصورة أنت استعملتها بكني سيد أحمد، مثلنا مثل الذي كذب كذبة وصدقها. والقطيعة التي أتحدث عنها بين الأسطورة والتاريخ يمكن أن تتجسد، وهذا ما حاولت القيام به في تجربتي المتواضعة، يمكن أن تتجسد في إعادة قراءة نصوص القدماء، كما صار الأمر بالنسبة للنهضة الأوروبية. فعصر النهضة الأوروبية لم يكن ثورة دينية ولا نهضة دينية، بالعكس فترة النهضة القرن السادس عشر كان ملطخا بدماء الحروب التي تصادم فيها الكاثوليك والبروتستان. النهضة الأوروبية كانت رجوعا إلى النصوص اللاتينية والأغريقية وإعادة قراءتها وترجمتها. في الحقيقة القراءة المتجددة لنصوص التراث الإسلامي هي المخرج. ما نحبش القطيعة مع نصوص التراث لأن هي الأصل، يعني نوعا ما أصولية، لكن لما نقرأ الكتب التراث الإسلامي أخذ المجهر لا نظارة وردية. القراءة المتجددة إذن إلى لنصوص التراث الإسلامي هي المخرج من الأزمة التاريخية التي نعيشها ونتخبط فيها. فكل حقبة تاريخية يجب أن تعيد النظر في الموروث، لا لتقديسه وتحنيته، بل لتتعامل معه ككائن حي هو بدوره إفراز لسياق تاريخي معين. تقريبا كل كتب التراث الإسلامي كما تعلمون كتبت تقريبا بعد قرنين من الفترة الزمنية التي أتحدث عنها، وكتبت في سياق عام صراع على السلطة، حروب أهلية خاصة بين السنة والشيعة. وعملية هذا التنسيب، عملية التنسيب هذه تجعلنا نتكلم ونتحاور مع نصوص الماضي لا نرتلها كالحيوانات الناطقة. الفكر النقدي الحر يشكل طبعا خطرا على من يريد أن يمسك الحكم بقبضة حديدية وأن يعطي لهيمنته على العقول والقلوب طابعا
مطلقا. أعتقد أن في الحقيقة وهذا يعني النقطة الأخيرة اللي نحب، لأنه حضرت كثير من الأفكار لكن ممكن في النقاش سيكون لي متسع من الوقت أن يكون إضافة. في الحقيقة أنا أعتقد أن إحنا رهائن لصورة زائفة ومزيفة للإسلام وتاريخ الإسلام الأول، لأننا نجهل هذا التاريخ ولا نفرق بين الحقيقة الدينية والحقيقة التاريخية. الحقيقة الدينية مرتبطة بالعقيدة، وهذا أمر شخصي ليس لي ولغيري أو لغيري الحق في مناقشته، لكن الحقيقة التاريخية هي ملك جماعي وللجميع الحق في الخوض فيه. أنا لم آتي إذن بأي جديد، لأن كل ما ورد في كتبي وما سيرد في كتبي القادمة موجود في كتب التراث الإسلامي. أنا لا أقدم أي موقف حاسم في مختلف القضايا الخلافية، اكتفيت بإلقاء حجر صغير في بعض المياه الراكدة بفعل هيمنة ثقافة النقل على ثقافة العقل، وأبرزت عبر ذلك أن الخلافات بين الصحابة هي خلافات ذات بعد سياسي خاضعة لتحالفات وتصفيات حساب والمصلحة الشخصية الضيقة، وهذا طبعا أمر إنساني عادي وكوني. أعتبر أنه ما قمت به هو نوع من النضال السياسي، النضال الفكري أيضا. هذه طريقتي في محاربة الفكر المتطرف الذي يريد أدلجة الدين، أحاول زعزعة دعائمه والتصورات التاريخية الزائفة التي يريد أن يسوقها للمسلمين. وأعتبر، وهذا ما قاله منذ حين الأستاذ أحمد عسيد، أعتبر عملي وأبحاثي في تاريخ الإسلام المبكر نوعا من المقاومة الفكرية. وأنا سعيدة لأنه في العالم العربي وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب كثير من القراء تجاوبوا بطريقة بتحمس مع ما كتبته، لأن هذا تابع عن رغبة حقيقية ووعي تاريخي حقيقي لدى القارئ العربي المسلم أنه يجب أن يخرج من هذا الفخ، فخ الأسطورة، والدخول إلى نور التاريخ. شكرا على انتباهكم وعفوا على الإطالة. شكرا سيدة هذا لسورة الإطالة 22 دقيقة تقريبا الوقت المخصص 20 دقيقة. الأستاذة هالة وردي قامت بربط بين عملها وعمل تم قبل 100 عام من هذا التاريخ، وهو ما قام به الدكتور علي عبد الرازق في العشرينيات من القرن العشرين عندما أصدر الإسلام وأصول الحكم، وحاول أن يثبت فيه بأن الإسلام ليس نظاما للحكم ولا دولة ولا يعني نسق سياسي جاهز، وإنما هو دين. الأستاذة هالة في عملها كما تفضلت وأوضحت اتجهت إلى مشكلة حقيقية موجودة في أسلوب تفكير مجتمعاتنا، وهو اعتبار بأن اللحظة الماضية أفضل مما نحن عليه اليوم، وأن هناك نموذج راقي موجود وراء ظهورنا ويكفي أن نستعيده فقط، أن نستعيد لحظة تاريخية مثل الخلافة الأولى وغير ذلك، وهي من خلال النبش التاريخي أظهرت بأنه ينبغي لنظرتنا إلى الماضي وإلى التاريخ أن تتغير. إذن ما زال المشكل هو فكتاب علي عبد الرازق منع
في العشرينيات من القرن الماضي، وكتابها هذا وردي منع أيضا في ما يقرب من عشرينيات القرن 21. هل معنى هذا أننا لم نتقدم رغم كل التجارب والصدمات والنكسات والنماذج الناجحة الموجودة حولنا في العالم؟ هذا سؤال نطرحه في القاعة. الدكتور خالد منتصر قارب موضوع التنوير من جانب آخر يتعلق بالخصوص بالأفكار المتعلقة سواء بالحس المشترك أو الأفكار الشائعة التي يروجها بالخصوص التيار الديني المؤدلج، والتي منها تعويض المعرفة العلمية بالكتاب الديني، واعتبار أن الكتاب الديني ينوب عن العلم أو أنه يتضمن كل العلوم. هذه معركة كان قد خاضها منذ يعني أزيد من عقدين وما زالت مستمرة، ولكنه في نفس الوقت أيضا يحاول بصفته طبيبا أن يعطي الكثير من المعطيات العلمية في مجال تخصصه للمجتمع لكي يفهم الناس الكثير من الظواهر سواء من العضوية منها أو النفسية، ولا شك أنه في مداخلته سيقارب هذه الإشكاليات. دكتور خالد منتصر تفضل. مرحبا بكم وشكرا جزيلا لإدارة معروضة الإنجليزة التي حولت هذا المنتدى إلى مهرجان ثقافي تنوير بامتياز يجمع مثقفين تنويريين كثيرين في العالم العربي، وتعكس مؤسسات كبيرة تمتلك المليارات عن أن تنظم وتجمع شخصيات هذه القامات العلمية المعتبرة. والحقيقة أنا بوجه لهم الشكر، شكرا جزيلا لكل المقيمين على هذا المهرجان. ده أولا. ثانيا شكر خاص مني أنا، لأني الحقيقة الكتاب اللي اتكلم عنه الأستاذ أحمد عصيد، كتاب وهم الإعجاز العلمي، الكتاب منع في مصر وكان نجم المرحلة هو زغلول النجار. من أعاد الاعتبار لكتابي وشجعني أن أصدره هذا العام هو شباب المغرب. شباب المغرب عندما استقبل زغلول النجار وواجهه مواجهة علمية قوية جعلت الرجل يتهم الشباب المغربي بالتآمر، وانتم عارفين بقى الصليبية الماسونية يعني كل اللي احنا عارفينه ده التهمة الجاهزة عندهم. والحقيقة بعتوا لي وقالوا لي كنا نعتمد في ردودنا على كتاب وهم الإعجاز العلمي الذي انتشر طبعا عبر الانترنت، فلا يمكن قصقصة الأجنحة التي تطير وتحلق في الفضاء في هذه الأيام على الإطلاق. وأنا كنت لسه بحكي لأستاذ أحمد عصيد بقول له في ناس بتبلغ عن نفسها، يتألف الكتاب وتروح بعتها للأزهر، هذا كتاب خطير، هذا كتاب يهدم التراث ويهدم الدين. اللي كاتب الكتاب هو اللي بيعمل كده، لأنه عارف أن المنع يزيده انتشارا ويزيده قراءة ويزيده شهرة. فمسألة المنع أعتقد أنها لابد أن توضع بجانب المومياوات عندنا في المتحف المصري وتعتبر من الفولكلور. التنوير، التنوير كلمة الحقيقة كلمة يمكن دار حواليها جدل كتير، لكن التعبير الذي استخدمه الأستاذ أحمد عصيد قاله كانت سنة 1784 في مقال بعنوان ما التنوير؟ كن جريئا في استخدام عقلك. هذا هو ملخص وهذا هو الكوتيشن الاقتباس الأهم من هذه المقالة. وقال أن الوصاية تتم من خلال حاجتين: الكسل
والجبن. الحقيقة الكسل والجبن هما أكبر معوقين لنا في المنطقة العربية كلها. أنا يعني في أصنام كتيرة عايزة تتحط. في أصنام كتيرة يمكن بطريقة سيدنا إبراهيم لازم تتحطم بطريقته. جزازا يعني تفتيت. ما ينفعش المس الرقيق. يعني أنا عجبني مقاربة هالة وردي لأنها فعلا استخدمت فأس سيدنا إبراهيم في تحطيم الأصنام. لا ينفع المس الرقيق أو إن إحنا نشيل قطعة، لا، زي الفأس كده. ما حطم جزازا نحن نريد أن نحطم الأصنام، أصنام الوهم التي تحكمنا وتعرقل مسيرة التنوير بنفس الطريق. لكن لابد أن نعرف أن أصنام هذه الأيام لم تعد من الصلصال، ولم تعد من الطين، ولم تعد من الحجر، أصبحت من الصلب والفولاذ وتمول بالبترودولار. أصنام عصية على التكسير، لكن حركة التنوير، التنوير آت لا محالة، هكذا يخبرنا التاريخ. لكن ممكن الإرادة السياسية مش نتسول منها التنوير، ولا نتسول منها العلمانية، ولا نتسول منها أي شيء، لكن نرجو منها حاجة واحدة بس، أن تعطي المثقف التنويري منديل الأمام، أن تقف على الحياد. يعني ده المرحلة دي الحقيقة أصبحت مطلبا يعني بعيدا جدا، أن تقف على الحياد ما بين التنويري والظلامي. لأن الحقيقة التنوير هيكسب في النهاية، لكن المدة هتطول. الإرادة السياسية دي خلت المسألة بس المدة هتطول، والخسائر هتبقى كتيرة، ومن الممكن أن تتحول عبر دماء زي ما حصل في أوروبا. كان من الممكن تخفيض تكاليف هذا التنوير. الأصنام دي كتيرة قوي، منها صنم فهم المسلمين للعلم، صنم فهم المسلمين للتاريخ والتراث، صنم فهم المسلمين للدين، صنم فهم المسلمين للعلمانية، صنم فهم المسلمين للحداثة. كل هذه أصنام فهمنا الخاص وتحويلنا لهذه المصطلحات إنها تدخل جوانا ويبقى ليها معاني أخرى سلبية. الحقيقة ده اللي احنا لازم تكون حربنا القادمة. أنا أحاول إن أنا أتكلم عن العلم. العلم الحقيقة يعني يمكن بصفتي طبيب وبصفتي مهتم بالمسألة دي كتير من الناس ما بتتكلمش فيه، ويمكن كتير كمان ما يعرفوش تعريفه. يعني تعريف العلم عندنا كلنا هو التكنولوجي المتقدم، سفن الفضاء وإلى آخره. لكن الحقيقة دي مظاهر للعلم، نتاجات للعلم. لكن ايه هو تعريف العلم البسيط؟ العلم كما عرفه فيلسوف العلم الكبير كارل بوبر قال انه العلم هو القابل للتكسيب، القابل للضحض. انا لما اتكلم معاه في موضوع قابل للتكذيب احنا بنتكلم في علم. مثال، هندي مثال. لو احنا قلنا المبنى ده في طنجرة، حد كلمني وقال لي انا اعشق هذا المبنى، انا عندي روحانيات كثيرة تجاه هذا المبنى، انا من اجمل المباني ومن اجمل المناطق، هقول له الحقيقة انت حر، انت بتتكلم في اعتقاداتك الشخصية، لكن هذا ليس موضوعا علميا. لكن لو قال لي تحت هذا المبنى بترول، هنقدر نكذب بعض، هقدر اجيب الحفارات والمجسات وهو نفس الحكاية، ونضحض ونكذب، يبقى احنا بنتكلم في موضوع علم. لو قال لي النيابة فتحت ملفات تحقيق
وقيل بقى تفاصيل، وضبطت الشرطة فردا يقول تمائم وتعويذات في نهاية القرية في جنب المقابر مش عارف اللي فيه. وبدأ دلوقتي حركة عنيفة لتنظيف المقابر من التمائم والأحجبة والتقدم. علم النفس تقدم بالمسألة دي، علم الاجتماع تقدم بالمسألة دي. علماء الدين اللي بيسموهم علماء الدين، وأعتقد إن أنا بفرق هنا ما بين الساينس والنولج، ما يتداولونه هو معارف وليس علما، لأنهم لا يقبلون على الإطلاق هذا التكذيب الذي ننسبه إلى العلم. هل يقبل رجل الدين؟ مش ان احنا بس، احنا دلوقتي بنتكلم البخاري صح لا البخاري غلط، البخاري مش عارف كان فين، كل هذا الجدل التراثي او الديني الديني. لكن الحقيقة العلم لابد ان ينزل الى جذور اكثر. عندما تعتمد وتقول لي ان العرب كانوا اعظم ذاكرة وكانوا يحفظون لدرجة أن التناقل لمدة 150 عام ينقل الألفاظ كما هي، أقول له لا، أناقشك علميا. لو أنت جبتنا دلوقتي 10 مننا قلت خبر للأول، العاشر هيقول قصة أخرى تماما، يبقى ده جذر هو هيرفض تماما. ده هو باني كل ما يسميه علم الحديث على هذه المقولة، باني علم الحديث على مقولة أخرى، الصحابة العدول. أقول له العلم أو بطريقة علمية هذه المقولة من الممكن أن أرفضها علميا، وإلا ففسر لي الصحابة الذين قتلوا عثمان بن عفان، أليس هؤلاء صحابة عدول؟ فسر لي كيف قتل محمد ابن أبي بكر في مصر عندنا محروقا في ذوف حمار، وكان الذي دخل إلى مصر هو عمرو بن العاص من الصحابة العدول. إذن خذ على ذلك آلاف الأعمدة التي يقام عليها ما يسمى بالعلوم الإسلامية. العلم فيه شيء مهم جدا، ان سر قوته التي يسخر منها رجال الدين، سر قوته في نسبيته، ليست نقطة ضعف على الإطلاق، بل نقطة القوة في العلم ان يفتح مسامه للتغيير، يفتح مسامه لان معلومة اليوم تكون مخاطئة تماما في الغد. عندنا مثل في الطب، كان مريض القرحة في المعدة بيفسر على ان الحامضي اكثر من القلوي وان جدار المعدة يتآكل نتيجة هذا الحمض، وكان بيدخل يعمل عملية تقريبا كانوا بيسموها علامة المرسيدس، كان بيتقسم بالنص، وأجريت مئات الآلاف من العمليات، إلى أن خرج عالم حصل على نوبل وقال يا جماعة المشكلة في بكتيريا، بكتيريا هي اللي بتسبب القرحة دي. العلاج إيه؟ كذا أسبوع تاخد المضاد الحيوي تشفى هذه القرحة وانتهى الموضوع. هل العلماء اتقمصوا؟ باللغة المصرية عندنا اتقمصوا، زعلوا يعني. هل رفعوا قضية؟ ازاي يتجرأ على المعلوم من العلم بالضرورة؟ مفيش في العلم حاجة اسمها المعلوم من العلم بالضرورة، محدش يفزع. بل فرح العلماء ان احنا اقتربنا من الحقيقة العلمية برغم كل اللي حصل ده. العالم الحقيقي أو الديمقراطية الحقيقية تتم في المؤتمرات العلمية. من حضر منكم مؤتمرا طبيا يجد
أن العالم الحقيقي يصحح له أثناء الجلسة ممكن من شاب عنده 25 سنة 26 سنة ويفرح بهذه النصيحة أو بهذه التخطئة لو احنا قلنا عليه. لكن رجل الدين أو ما يسمى عالم الدين لا يقبل مثل هذه المقولة أو مثل هذا التصحيح، لأنه هو الأفضل الأعلم. واللي اتنقلت للإخوان بعد كده عندنا في مصر وقال لك أنت بين يدي مرشدك كالميت بين يدي مغسله، أنت مفيش، يا أنت جثة لا تفكر. برضو بحب أضرب أمثلة، ويمكن المثال ده درامي قوي لكن حقيقي الحقيقة. يمكن في مصر هضرب مثال بسيط كده يلخص لكم كل حكاية الخلافة. كان في حد بدأ يوزع لوحة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده الكلام ده من حوالي 20 سنة في مصر أو أكتر شوية، كنت أنا في كلية الطب أياميها. لا إله إلا الله محمد رسول الله على هيئة أشجار، يمكن وصلتكم هنا هذه اللوحة. اللوحة دي كانت بتباع من دار الاعتصام في مصر بالملايين في الأوتوبيسات وفي القطارات. غابة ألمانية محاطة برجال الشرطة والجيش الألماني، الغابة اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله بالأشجار. ألمانيا ودت الجيش ودت الشرطة عشان حتى لا يدخل الألمان في الإسلام. أنا وأنا لسه طالب في كلية الطب دخلت عند الراجل بتاع محل عصير القصب، لقيت اللوحة، فقلت له بس باين عليها أنها مرسومة. شاطر راجل انفجر غضبا، أخذ كوباية العصير مني طبعا، سحبها عقابا وقال لي أنت حمار، أنت إزاي يا كافر تقول على اللوحة دي ده ألمانيا بترتعش وبترتعد و إلى آخره، عمل المشكلة دي. تعال بقى القصة بعد ما اتخرجت، إذا بمن رسم اللوحة هو واحد صيدلي كان اسمه إبراهيم الخضري، كان غاوي يعمل لا إله إلا الله على هيئة شجر، مش عارف على هيئة نعامة زرافة بتاع كلام كده يعني. الراجل ده راح وقال يا جماعة أنا اللي رسمت اللوحة دي، بيصرخ. جيرانه اللي شافوه هو بيرسم اللوحة في البلكونة أنكروا، قالوا لا دي ألمانيا فعلا. وده اللي هو التفكير بالتمني الذي يعطل حواسك. المأساة وصلت لفين بقى عشان أختصر وقت الندوة؟ المأساة وصلت إلى أن أحرقت شقة هذا الصيدلي الفنان ومات كمدا بعدها بستة أشهر. هو من المنصورة. أنا بحكي لكم الحكاية إزاي الخرافة من الممكن أنها تمسح دماغك تماما، تزيف وعيك، تعطل حواسك البصرية والسمعية واللمسية وكل حاجة، لأنك نفسك من كتر الدونية اللي احنا فيها ومن كتر الفجوة ما بيننا وما بين الغرب العلمية، بنبقى عندنا هذه العدوانية، عندنا هذه الشراسة في هذه المسألة. للأسف احنا عايزين نتكلم في التنوير اللي على الشاطئ الحيران مش المتطرف، حوارنا مش المتطرف على الإطلاق، لأن زي ما احنا بنقول في الطب المتطرف ده زي حدقة العين، كل ما هتسلط عليها الضوء هتضيق أكتر، يبقى عنيف جدا جدا في المسألة دي. وخلاص هو وصل
عشان كده مسألة دمج الإخوان في المجتمعات الأوروبية وهم. قارة أوروبا تعيش وهما كبيرا اسمه إدماج الإسلام السياسي في مدن أو في قارة أوروبا. قارة أوروبا هتشيخ، التناسل هناك بالملايين أرنبي وسرطاني بالنسبة للإسلاميين، وستستيقظ أوروبا على كارثة قادمة وهي استيلاء الإسلام السياسي وابتلاعه لهذه القارة التي تعيش وهما كبيرا اسمه إدماج الإسلام السياسي وتنظيماته والإخوان، وأن القضية هي مجرد أشخاص وليست فكرة. هم لا يؤمنون بأن الخطر في الفكرة، ويؤمنون بأنهم مجرد أشخاص يعني متطرفين شوية. أنهي يعني هذه المداخلة بمقولة أينشتاين، أننا فعلا الذي نحتاجه ليس المعرفة ولكنه الخيال، وإحنا فعلا ناقصنا الخيال. شكرا جزيلا. شكرا دكتور خالد المنتصر، شكرا على عرضكم. كما تلاحظون من بين جبهات التنوير توجد معركة إيقاظ العقل على المعارف ونتائج العلوم المعاصرة. والمشكل هو أن العقل الإسلامي اللي يسود في المجتمعات أو أسلوب التفكير اللي يسود في المجتمعات التي نتحدث عنها لا يقبل بأن للعلم مصداقية إلا من خلال معتقده، لا يقبل بأن للعلم جدارة قائمة على برهانه وعلى نسق العلم، بل ينبغي للعلم أن يكتسب الشرعية من الدين. هذا صراع قديم، تتذكرون كيف حاول ابن رشد أن يثبت بأنه طريق البرهان هو أيضا يوصل إلى الحقيقة، وعرضه فقهاء عصره الذين قالوا أنه طريق الحقيقة واحد وهو طريق الشرع. اليوم لم يستطع المسلمون أن يبنوا معارف علمية، أن يساهموا في المعرفة العلمية في العالم بمجهودهم، ولكنهم انكفأوا على ذواتهم ويحاولون أن يوجدوا يعني تبرير للعلم من خلال الدين، ويعتبرون بأن ما يكتسب قوة العاطفة الدينية هو الأكثر مصداقية. ولهذا لا تخصص هذه البلدان للبحث العلمي إلا 0.0 كذا في المئة، وربما يمكنكم الاطلاع على كتاب لأحد الباحثين الخليجيين الذي قارن فيه بين ميزانيات البحث العلمي في إسرائيل وميزانية البحث العلمي في كل دول محيطها، وأثبت بأن السبب الرئيسي لأن هذه الميزانيات ضئيلة جدا في البلدان الإسلامية هو عدم شيوع العقلية العلمية أو أسلوب التفكير العلمي في المجتمع، وهذا يجعل السلطة تعتمد بنسبة كبيرة على الخرافة لكي تجعل المجتمع يبقى نائما وخاضعا، وهذا مشكل هو في عمق السياسة في بلداننا هذه. شكرا للأستاذة والأستاذ. الآن نفتح لائحة للأسئلة والتعقيبات في القاعة، وسنحدد وقت المداخلات حسب طول أو قصر اللائحة. أخ هناك، الاسم سي عبد الغني رقم 1. هناك محمد شعيب، سي محمد رقم 2. هنا سي حسن رقم 3. اسم أنير رقم 4. كل واحد عفاكم يعقل على الرقم ديالو باش هناك في الأخ اسم يونس.
رقم خمسة. نعم في حد اضافي ايه تفضل اسم سي محمد رقم 6 عبد الرحيم السي عبد الرحيم رقم 7 السي عزيز رقم 8 رقم 9 سي ماهر اخت رقم سي رقم 10 نكتفي بهذا القدر او بشر طيب اذا عندنا 10 متدخلين نعطيهم دقيقتين لكل واحد البنية يزدحمت ايه صوت نسائي يعني على الرحم الصح الرقم 11 الاخت هناك رقم 1 تفضل سي عاصم مساء الخير مساء الخير وتحية لضيوفك الكرام عارف دي في المغرب مرحبا بتونس مرحبا بمصر يقول سيد فرج كودا وانا اكمل حبا شديدا لهذا الرجل وتقدير كبير مثل السيد القني واليك شخصيا والى جميع عقول نيرة في هذا العالم هذا اللي كنعيشوا فيه واللي كيديروا مجهود كبير 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 بزاف ويتعرضون لضغوطات كبيره جدا ونحن واعون بها جدا الحمد لله نحن في عصر رقمي ما بقات شي حاجه كتخبى صعيب صعيب تشد فكره او تخبيها او تحجر عليها على اي حال يقول الدكتور فرج كودا المسألة كلها باختصار أنه عندما تفلس الأحزاب ويفلس السياسيون يلعبون على المشاعر الدينية لأنها المدخل السريع لمشاعر الناس وليس عقولهم وهذا الخلط بين الدين والسياسة هو الخطر فهذا السؤال الأول أريد أن أعرف من السيد عصيت أي علاقة للإسلام السياسي بالفشل الاقتصادي والاجتماعي في الدول الإسلامية هذا جانب لأننا عندما نتعلق بالماضي فذلك لأن الحاضر فاشل ولهذا يرجع الإنسان المسلم أو العربي إلى الماضي للتشكك فيه شكرا شكرا لك رقم 2 تدخل تحية للأساتذة الكرام شكرا لهم على الإطراء ديالهم بالأفكار لكنني أنا ربما في المداخلتين شعرت بشعور مختلف شعرت أنني بين فوبيا التنوير وبين إرهاب التنوير أنني أقدم لي خطابين أن هناك في المجتمع فوبيا من التنوير ولكنني أشعر أن هناك كذلك إرهاب للتنوير مثلا أن نطالب بإقصاء الإسلام السياسي ربما أنا أختلف مع الأستاذ لأن الإسلام السياسي ربما نأخذ منه مكاسب أكثر بمشاركته وربما الاختلاف بين حركة النهضة والإخوان المسلمين اختلاف في التجربة ربما التونسيون كانوا موفقين في التعامل مع الإسلام السياسي حيث بإشراكهم أدخلوهم في ضغوط مع المجتمع الدولي ومع الاقتصاد وأنا أختلف مع الإقصاء أنا يؤثر في كتاب الإيمان الحر أو ما بعد الملة للدكتور فتحي المسكيني أنا أعتقد أن التنوير أصبح ملة أصبح يمارس إكراهات أصبح يقدم خلاص أصبح أحيانا يكون إرهابا جديدا مثل الإسلام لكن نسأل سؤال أين الإنسان بين الخطاب الأصولي والتنويري ماذا عن مستقبل الإنسان الإنسان كإنسان دون إيديولوجيات دون ملل وشكرا شكرا المتدخل رقم 3 استمعت معزوف لنا ونزول تنمرت إلى المدلد مش كان عصادة سعيدة أخواتي إخواني تحياتي لكم بداية أشكر الأساتذة على عروضهم القيمة وعلى التقديم القيم للأستاذ أحمد عصيت أنا بالنسبة لي أود أن أقول لكم عن درس ديني تلقيناه في المعهد الإسلامي بثالودان من فقيه نابع من الأطلس بالطريقة التالية مسألة بسيطة جدا تتعلق بماذا بعد سقيفة بني ساعدة
في نفس الوقت قيل بأنه بعد نقاش طويل خطب عمر وقال منا الأمراء ومنكم الوزراء، ورفض سيد الخزرجي هذا الموقف. وقيل بعد ذلك إنه وجد سيد الخزرجي مقتولا في الصحراء وعليه تقنرفت قرنفة نخيل، عسف نخيل مكتوب عليه قد قتلنا سيد الخزرجي سعد بن معاذة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وقيل حينئذ بأن الجن قتلوه بسبب موقفه. وتساؤلي أنا هو لنتحدث قليلا عن الشعوب بدلا نتحدث عن الدول، هل يمكن للمقاومة الثقافية أن تلعب دورا ما في أفق التحرر الفردي والجماعي؟ هناك حكاية أخرى أحكيها لكم ليس طويلة. كتاب لدى الزاوية الرقراقية يعتبرونه تاريخا لهم، اسمه السيف المسلول في من أنكر على الرقراقيين صحبة الرسول الرقراقة. وهناك 7 رجال معروفين في المنطقة دي الصويرة الشيادمة، 7 رجال مشاو للتجارة وتلقوا مع النبي وخدوا منه القرآن والإسلام ورجعوا. هذه هي القصة ديالهم. ولكن من اللي جاء عقبة قالوا ليه علاش جيتي؟ انت جيتي مستعمر، حنا جبنا الإسلام لرسنا، انت جيتي مستعمر. هذه نقطة مهمة، هذه مقاومة ثقافية. ولكن غنزيد واحد نقطة ثالثة بسيطة. حكاية أخرى. لا هذه في تناسب. والحكايات تتناسب. ماشي الحكاية. هذه نقطة في زمن. السؤال. الزمن الأول، الزمن الثاني، الزمن الحاضر. القبائل الأمازيغية رفضت قطع اليد طيلة التاريخ في المغرب في الأحكام. واعتبروها مقاومة. شكرا. إذا المقاومة الثقافية من أجل التحرير الفردي والجماعي. تفضل يا متدخل مويل. شكرا للأستاذ عسين، شكرا للأستاذة المحاضرة والأستاذ المحاضر، ومرحبا بكما في بلد أمل تاني المغرب. أنا سعيد جدا لما سمعته اليوم من خطاب حول التنوير، وأكاد أجزم بأنه من مظاهر تخلفنا، وأنه بعد 1500 سنة أزلنا نناقش أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومن قتل من ولماذا قتله ولأية أسباب إلى آخره. أعتقد أنه لم يعد جزءا من الماضي، بل هو حاضر يحكم في اختياراتنا اليوم. وهذا هو الخطورة في هذا الموضوع، بمعنى ليست فقط أحداثا تاريخية أو ذاكرة، بل تؤثر حتى في اختياراتنا اليوم، وأصبحت نموذجا لما نبحث عنه في المستقبل. بمعنى أن الانعدام بالنسبة لشعوبنا في المستقبل هو العودة للماضي وليس البحث في المستقبل. وهذا هو قمة، يعني ليس هناك شعبا في نظري بحث عن الحلول في هذا النوع من الأحداث التاريخية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بما أن الموضوع ديال الدورة هو تحول القيم في العصر الرقمي، أود أن أسألكم عن دور هذا الانفجار الرقمي والثورة الرقمية في تغيير هذه الأفكار. لأنه الأكيد هو أنه في مجتمعنا الآن بعد تقريبا 100 سنة 150 سنة من التنميط الفكري، أصبح الشعب نفسه ليس واعيا بهذه الإشكالات. بمعنى لو قمنا باستفتاء في المغرب أو في الجزائر أو في ربما في تونس إلى حد ما أو في مصر، هل تريدون تدريس هذا النوع من الأحداث وهذه القراءة للتاريخ؟ قد نتفاجأ بالنتيجة، قد تصل إلى 90%. بمعنى بالمنطق الديمقراطي الحسابي الشعب يسير في هذا الاتجاه كنتيجة لنوع من التنميط الذي دام للقرون. وبالتالي هذه الثورة الرقمية هل يمكن أن تلعب دورا في نشر هذا الفكر، خاصة وأنها على الأقل تسمح بتعدد مصادر المعرفة. لم يعد الفقير مصدر المعرفة، لم يعد المعلم مصدر المعرفة، بل هناك مصادر متعددة المعرفة. نقطة أخيرة، دور المثقف في مجتمعنا. أعتقد بأن هناك نوع من التراخي لدى مثقفينا لمواجهة هذا النوع من الفكر. في حالتنا في المغرب نعتز بأحمد عصيد، ولكن يكاد يكون الوحيد
هذا كان موضوع الدورة السابقة في تويتر. شكرا مثقف. شكرا المتدخل رقم 5 تفضل. السلام عليكم، شكرا للحضور الكريم وشكرا للاساتذه على هذا العرض القيم. مداخلة ديالي تكون قصيرة، وغنصب على الإسلام المغربي، الإسلام التونسي، الإسلام الجزائري، الإسلام المصري، والإسلام الآتي من بعيد. لحد سنوات السبعينيات كنا كنعيشوا في المغرب، الإسلام الآباء ديالنا والأجداد ديالنا متسامح، متفهم، يحترم الآخر، يحترم الاختلاف، يحترم ما هو آتي من الغرب، وكنتأقلموا معاه بكل تلقائية. لحد آخر السبعينات دخل علينا واحد الإسلام جديد، وهو في حقه هو الإسلام الحقيقي باش ما نكذبوش على راسنا، إسلام ناجي من الجزيرة العربية، إسلام الحقيقي. شنو وقع؟ وقع بأن المغاربة اللي مع هاد الثورة الرقمية كاين اللي عرف الإسلام الحقيقي على حقيقته، وبدأ يخرج من الإسلام أفواجا أفواجا، واللي عاود عرف الإسلام الحقيقي واضطرب عاود أفواجا أفواجا. وشنو الحل؟ الحل العلمانية، فصل الدين على الدولة. والعلمانية شنقول لك بالنسبة للمستوى الثقافي للشعوب ديالنا، ملي كتقول العلمانية كيسميها كفرة، كيسميها إلحاد، كيسميها خروج عن الملة، اتبعها. إذا شنو هو الحل؟ واش الرجوع الإسلام ديالنا المغربي التونسي الجزائري اللي كنسميوه حنايا إسلام ماروكان الدروب ديالنا، ولا نتمنى فتح الإسلام آتينا من الجزيرة العربية؟ شكرا. فوالا، أول فهمتيني. شكرا. سؤال واضح. تدخل على الخمسة. تفضل. أنا صراحة أشكر الأستاذ المصري لكونه أعطاني مداخلة، مع أن الأستاذ عاصي تعمد إقصائي ولا أدري لماذا. إذن مداخلتي هي كالآتي، بأن التنوير، نحن نعرف التنوير أو كلمة التنوير ظهرت مع فلاسفة الأنوار، يعني مع مونتسكيو وفولتير. إذن هؤلاء الفلاسفة جاءوا مع أيضا الثورة الفرنسية، فنحن لا يمكن أن نسقط الثورة الفرنسية أو فلاسفة الأنوار على مجتمعنا المغربي. فالدين عند الدين في أوروبا كان عند الكنيسة، ليس هو عند المسلمين، فكان الدين يقوم باضطهاد المجتمع، غير نحن عندنا هنا في المغرب. فالأستاذة تحدثت بأن يجب إعمال العقل في الموروث الثقافي القديم، فأنا أقول لها بأن أول من دعا إلى إعمال العقل في أول من دعا إلى إعمال العقل فهو ذلك الموروث الثقافي القديم، وذلك حينما ننظر إلى القرآن الكريم فهو يقول وفي أنفسكم ألا تبصرون، أي ألا تستعملون عقولكم، أفلا نعم أفلا تبصرون، يعني إعمال العقل. شكرا. بسرعة. كذلك أيضا هناك أمور أخرى، فحين أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال أنتم أدرى بدنياكم، يعني هنا أيضا إعمال، هنا أيضا إعمال للعقل. نعم، فلذلك العقل لم فكرة واضحة. نعم، وشكرا. شكرا. تفضل سيدي رقم 6. مساء النور المفروش والمعلق في ثنايا الروح. أوجه باقة شكر
وباقة بالعرفان لكل من خالد منتصر والأستاذة هالة وردي، وأعزيها بهذه المناسبة في سقوط فرسان التنوير الذين كانوا يمارسونه على سدة الحكم القائد السبسي ذكي كامل العزاء أستاذ العزيز. مداخلتي كنت أود أن أقول شيء ولكن ستكون عبارة عن أسئلة، لأن السؤال هو سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سؤالي سيكون عبارة عن ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يمكن أن يكون هناك تنوير عن طريق الجهل؟ الجهل هنا، هل يمكن إحداث تنوير من خلال باراديغمات الجهل؟ بمعنى نغيب فعل القراءة، نقوم بعمل إزاحة. إذا اطلعنا على إحصائيات فعل القراءة في العالم العربي نجد منسوب القراءة يصل إلى الحضيض. هذا الأول، بمعنى لا بد من إدراج. هذا السؤال الأول. شكرا. فعل القراءة المرتبط بالتنوير. السؤال الثاني، هل محمد كان رجل دين أم رجل دولة؟ شكرا. على ذكر القراءة، هناك من يحول الآن مكتبات القراءة العمومية في المغرب إلى أرشيف للبلدية، وهذا شيء ينبغي البحث فيه وأن يطرح للنقاش العمومي. الكثير من مكتبات القراءة العمومية تحولت إلى أرشيف للبلدية. أسي عزيز تفضل. مساء النور. أولا أود أن أرحب بالأساتذة الكرام دكتور خالد منتصر والأستاذ هالة وردي والأستاذ أحمد عصيب، وأود أيضا أن أعزي الدكتور هالة وردي في وفاة الزعيم. بصراحة افتقدنا رجلا لا نجد مثيلا له. بالنسبة مداخلتي تتعلق بمشكل الصراع ما بين العلم والدجل والشعوذة. مثلا نجد أن الدجل والشعوذة يمارس على الناس بالنصب وبالاحتيال وبكل الطرق. أنا أتساءل ما هو دور وزارة الصحة في حماية صحة المواطن. مثلا نجد في المغرب عندنا، مثلا عندنا دكتور تحول إلى مشعوذ هو الدكتور محمد الفايق، هذا دكتور في علوم التغذية، للأسف يزعم ويقول أن بول البعير يعالج الأمراض المستعصية، وللأسف المواطنين يصدقونه. وحاليا في المغرب بناء على هذه الفتوى فتحت مزارع للإبل وتباع الأبوال بأثمان ربما تضاهي أثمان ويسكي بأثمان باهظة، ووزارة الصحة عاجزة ومكتوفة الأيدي على أن تقول إن هذا الرجل مشعوذ وبول البعير يضر صحة المواطن. هذه بصراحة مأساة للأسف. وشكرا. وهذا إشكال آخر يطرح، لأنه هل في مصلحة الدولة أن تعاقب هذا النوع من السلوك، أم أن في مصلحتها أن تتركه؟ فهذا يتعلق بطبيعة الأنساق السياسية الموجودة عندنا. تفضل سيدي. لا ثمانية ثمانية لا تسعة دو أشكركم كثيرا على هذه الندوة أستاذ عصيد وأستاذ هالة وردي والأستاذ خالد المنتصر، وأشكر مؤسسة المهرجان المتوسطي للقيام بمثل هذه المهرجانات. أنا عندي نقطتين أساسيتين ربما سأدمجهما. أولا، لا يوجد ما يسمى بتراث الإسلام، لأن الله أنزل الكتب السماوية، وما يعني العلماء
العلماء لما قاموا بتلك بمحاولة وضع معتقدات للناس، قاموا ب يعني إدخال الناس في معتقدات وموروثات وسميت باسم الإسلام ويسمى هذا الإسلام. الإسلام موجود في الكتب، في الكتب التي سبقت. أما ما ظهر ما بعدها هناك تحريفات للأسف، كما حرفت الكتب السماوية الأخرى، حرف الدين الإسلامي منذ 14 قرنا، وأدخل في كتب الصحاح الستة هناك أحاديث لم يركز على المتن، المتن الذي قيل كنوجد بأن راوي الحديث قال المتن، وآخر كيقول حاجة أخرى، يعني اختلافات بيناتهم. فعود ما يتركز على المتن، تركز على 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 ذلك السند. وهناك للأسف مررت يعني حاجات خطيرة جدا، جعلت من حياة الناس إلى جحيم، حولت حياتهم لجحيم. وهناك حديث في البخاري يقول بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين ألف خمسمائة ألف سنة وقيل. إذن باش يخليو الناس بلا يقولوا الحمد لله يا ربي، احنا يا فقراء، احنا يا دخلوا الجنة قبل الأغنياء. شو أقول سيدنا سليمان الذي كان أغنى البشر، وكان سبحان الله كي جميع المخلوقات كتمشي بأمره، وصبوا واحد الطاقات من التعبد، وحنا نجيو نقولوا بان الفقراء هذه استغلت. شكرا، فكرة واضحة. اخونا تفضل. نعم، اولا اود تقدم جزيل الشكر للاساتذة. صراحة نحتاج الكثير منكم في مجتمعنا وللكثير من امثالكم. أنا مداخلتي سوف تكون حول فقط العلم، لن أتكلم عن التاريخ الإسلامي لأن ليست لدي دراية بالآخر، ليس المصطلح ليست لدي دراية، ولكن ليس لدي العلم الكثير لكي أناقش تلك الموضوعات. فعندما نتحدث مثلا عن العلم يا أستاذي، العلم لا أحد ينكر أنه هو الحل. السؤال نعم، السؤال أنت قلت لا أحد ينكر أن العلم هو الحل، لكن هل نحن مستعدون لدفع الثمن؟ أشرت إلى طول الوقت، للتضحيات، لما لا الدم. فمثلا عندما نتحدث عن أوروبا مثلا، هي دفعت الثمن، علماء ضحوا بأنفسهم. إن أعطينا مثالا للعالم الإيطالي برونو الذي حرق حيا، لماذا؟ لأنه تبنى فكرة كوبرنيك عن الأرض. حرق حيا لأن تلك الفكرة كانت تخالف ما جاءت به الكتب الدينية في ذلك الوقت. إذن السؤال الأول هو هل نحن مستعدون لدفع الثمن؟ والسؤال الثاني، ترى مثلا تجد قاعات وقاعات ندوات لأولئك الأشخاص الذين أشرت لهم يتحدثون عن العلم وهم ليسوا بأهل العلم. سؤالي هو من قبيل ربما السخرية، هل أولئك الناس يعلمون أنهم يكذبون عن الشباب؟ مثلا أنت عندما تأتي وتقول لي أن الكرة الأرضية مسطحة، وهناك ميكروفون مطلي من الذهب وأمام التصفيقات، إذا كانت كروية لماذا الصين لا تأتي إلى آخر، ولماذا الطائرة لا تقف في السماء وتدور الكرة وتنزل إلى الصين؟ هل هؤلاء الناس هم يعلمون أنهم يغيبون حقائق علمية، أم هم متأكدون من أن ما يقولونه هو الحقيقة؟ وشكرا. شكرا. رقم 11 فين الأخت هناك؟ تفضلي. هي 11، لأن 9 10 11. وانا تكره التروي ولا وجود التروي في عربيه. والله شكرا. تفضلي. تعلم الله. تفضلي.
هذا ماشي ثروه. اسمح لي. غير ذلك. ما عندكش الكلمة. غير ذلك. ما تعيط لها تجي تما ماشي ثروه. ما عندكش الحق تاخذ الكلمة. غير ذلك. سأقول شيء أنا فقط. فقط أقول أن الشيء يلحم بهذا الشيء فقط لأنني من الممكن أنني أصغر متدخلة هنا. وأنني تفضلي. غزالي بركة. السلام عليكم وتحية طيبة للحضور الكرام المحاضرين. أشكر جزيل الشكر على هذه المبادرة وأشكر اللجنة التنظيمية على مثل هذه المبادرات. يبدو أنني أصغر متدخلة هنا على ذلك شيء قدم لك ولذا أشكر السيد لأنني لا أحترم هذه الندوة لأننا نحن في مجلس علمي لأننا نريد فقط التحدث وإعمال عقلنا. سأتحدث الآن وأريد أن جميع الناس الحاضرين هنا أن يعملوا عقلهم. فأنا أشكر الحضور الكرام على آرائهم ولكنني لا أتفق معهم في بعض النقاط. فمثلا النقطة الأولى التي تحدثوا عن مثلا أن الإسلام يمكن أننا نحن كمسلمين وأن سياساتنا الإسلامية التي تبتعد عن العلمانية يعني فصل الدين عن الحكم عن السلطة السياسية مثلا أنه يؤدي بنا إلى اندحار العلم. مثلا أخذنا مثال إسرائيل بأنهم يشجعون على البحث العلمي أما دول الجوار فإنها لا تشجع على البحث العلمي. سأقول أن هذا ليس له علاقة بالإسلام ولكن له علاقة بنظامنا السياسي نظامنا السياسي العربي. فمثلا سأعطي مثال لسنغافورة. سنغافورة هنالك رئيسة حليمة يعقوب هي رئيسة التي عملت على أن تكون دولتها دولة إسلامية ولكن علمية يعني تشجع على تطوير العلم. فمثلا نلاحظ بأن نسبة البطالة قليلة نسبة التعليم مرتفع فلماذا ربطنا الإسلام بالعلم؟ ونرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. فما علاقة الإسلام بالتخلف العلمي؟ وكذلك هناك سؤال فقط للأستاذة حالة فهي ذكرت أن حروب الردة كانت لها علاقة هم أخذوا مثلا قالوا بأننا سنحارب هؤلاء الناس لأنهم لم يدفعوا الزكاة ولكن نحن ندرك أن أركان الإسلام من بين أركان الإسلام توجد الزكاة. لذلك فهل هؤلاء الأشخاص لم يرتدوا عن الإسلام إذا نعم. أشكركم جزيلا شكرا لكل المتدخلات والمتدخلين اللي طرحوا أسئلة وأيضا كانت لهم تعقيبات. غادي نعطيو بعض الردود للأستاذين الأستاذة والأستاذ وفي إطار طبيعة الحل موضوع المطروح لهذا الندوة واللي يتعلق برهانات التنوير وكل ما يرتبط بها. تفضل أستاذ هاني. شكرا لك. الحقيقة الأسئلة كثيرة وثرية وتحتاج هي بدورها يعني حصص متتالية حتى نتمكن من الرد على الأسئلة المهمة الإشكاليات اللي وقع طرحها. كان تسمحوا لي نبدأ من الآخر لأنه يعني المتدخلة بكري وجهت لي السؤال مباشرة. طبعا الزكاة ركن أركان الإسلام لكن هما وقع محاربتهم هذه القبائل التي رفضت لا دفع الزكاة في المطلق دفع الزكاة لأبي بكر الصديق. يعني كما احنا مثلا اليوم انتم تدفعوا في الزكاة للدولة المغربية يجي واحد مثلا من السعودية يقول لكم لا يلزم الزكاة تدفعوها للعربية السعودية ولا لدولة الإمارات ولا أي دولة أخرى. يعني هما بالنسبة لهم ما عندوش شرعية باش يقبل في هو الزكاة. هما عندهم قبيلة معتدة بنفسها تقول لك احنا عندنا قبيلتنا عندنا المساجد متاعنا هي أولى باش تاخذ الزكاة. يعني وهذايا الحقيقة لما سؤالك يجي من يعني بنوتة مزيانة كيفك من بنوتة مزيانة كيفك واللي تقول لي تقريبا باللي هما عندهم
يعني أبو بكر الصديق ولا أي إنسان عنده الحق أنه يقتل شخص لأنه لا يحترم ركن أركان الإسلام، هذا خطير جدا. عنده ربه يحاسبه، حتى حد آخر يحاسبه، بل حتى اللي ما يصليش عندك أنت نطبق عليه حد ردة. خطير كلامك. عايش بنتي، عايش بنتي، لازم تكون منتبهة، ما تتحمسش. بالطبيعة فما جزء كبير من الأسئلة موجهة مباشرة للصديق خالد منتصر. نحب نرجع للسؤال اللي هو فعلا في صميم اهتماماتي الحالية، لأن احنا كما تعرفوا في تونس نضيقوا لفترة انتخابات رئاسية مبكرة وتشريعية في سبتمبر وأكتوبر. حكيت إقصاء أو إشراك الإسلام السياسي، هو طبعا الإقصاء احنا جربناه في تونس، إقصاء الإسلام السياسي أقصيناهم تقريبا فترة طول حكم بن علي، كانوا كلهم في السجون أو في المنفى، وفشلت عملية الإقصاء. يعني حتى من 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 منطلق براغماتي عملية الإقصاء غير ناجعة، لكن اللي نجموا نعملوه لمحاربة هذا الإسلام السياسي، لأنه كما قال واحد من المدخلين أنه يخاطب للعقول لكن يخاطب العاطفة حتى يؤثر على الشعوب، هو أنه نسحب منهم البساط من تحت أقدامهم. أنت تبيع لي في بضاعة مخشوشة، تبيع لي في الخلافة، لا، الخلافة ذهب قشرة، ما هوش ذهب ذوق 24. يعني ينجم تكون عملية الإقصاء بفضح الأكاذيب والدجالة الفكرية والدينية اللي هما يبيعوا فيها حتى يجلبوا الأصوات، واستغلالهم للمساجد، واستغلالهم لنقطة ضعف الكثير من الأشخاص في شعوبنا اللي هي العاطفة الدينية والوعز الديني، اللي هو يحرك الناس. يعني يقولوا باللي الجو الكرة، كرة القدم والدين هما أكثر حاجات يحركوا شعوبنا. لكن الحقيقة مسألة إقصاء الحركات الإسلامية ما هيش إقصاء يعني بطريقة ممارسة نوع من القمع عليهم، لكن بقدر ما هي عملية فضح للأكاذيب اللي يبنيوا عليها الخطاب نتاعهم. السؤال المهم اللي طرحه الأخ، سامحوني باش نقول أرقام لأنكم ما قدمتوش أساميكم، الأخ رقم 4. حلوة الأخ رقم 4. سامحني الاسم. سبق رقم 4. رقم 4 بس رقم 4. لقبني لقب. ولا الكنية، أعطينا الكنية. 40. الحقيقة سؤالك في صميم الموضوع، لأنه أنت عملت سؤالك حول وضعيتنا في الثورة الرقمية اللي هو موضوع المهرجان كله، وهذا ذكرني يعني بحث صغير قمت به حول دور آلة الطباعة في القرن 16. أنت تعرف باللي من أسباب تخلفنا العلمي خاصة هو أنه خرجت فتوى في آلة الطباعة قالوا هذه آلة شيطانية، والقرآن نفسه لم يقع طباعته إلا في سنة 1923 في ملك فؤاد، لأنه وقتها كان عنده حتى طموح بعد ما سقطت الدولة العثمانية، قالوا له هيا أنت ولي خليفة، ويعني عملها يعني مشروع سياسي، يعني ما كما نقولوا احنا في تونس ماعون صنع، يعني حتى يخدم بها طموحه السياسي. لكن وقت اللي احنا آلة الطباعة مكنت الفكر الأوروبي من أنه يحلق عاليا ويدخل المنازل، وأنه خاصة الابتعاد مع آلة الطباعة عن اللغة اللاتينية وترجمة حتى الكتب السماوية باللغات اللي نسميهم اللغات فولجير، يعني اللغات العامية اللي قبل ما تولي بعد اللغة الفرنسية، ما كانتش اللغة كما نعرفوها توا، كانت لغة عامية وكانت لغة العلم هي اللاتينية. احنا الأداة الرقمية فعلا فتحت لنا على الأقل نظريا أفاق جديدة، لأن هي لا تخضع للرقابة. يعني قبل كانوا ينجموا يمنعوا آلة الطباعة ويصادروها كآلة، لكن الثورة الرقمية بطبيعتها لا يمكن السيطرة عليها. الحقيقة مع الأسف، وهذا نجم نقول التجربة خاصة، اللي لاحظته باللي الثورة الرقمية
زادت عمقت وفشيت أكثر الجهل والشعوذة، لأنك كيف تشوف حتى على القنوات في الفضائيات ولا في على اليوتيوب تشوف عدد المشتركين في صفحات المشعوذين والمشعوذات أكثر بكثير من المشتركين في الصفحات اللي تروج لنقاشات أدبية ولا نقاشات علمية. مع الأسف هو سلاح ذو حدين، قاعد يساهم في نشر التطرف. وكيف تشوف مثلا حتى داعش عملت حتى اجتماع سياسي في قاعة مغطأة، عملت الدبدبت المجاهدين عن طريق الأداة الرقمية اللي هي أداة خطيرة، وحتى البروباغندا متاعها الكل تعدات بالإنترنت. السؤال المحرج الحقيقة بالنسبة لي متاع الأخ رقم 7 هو: هل كان محمد رجل دين أو رجل دولة؟ هو كان الاثنين، لأنه هذا لا يمنع ذاك. لكن سمحني أني نسألك سؤال مستفز شوية، لأنه هو سؤال حقيقي بالنسبة لي ويدخل في إطار الندوة هذه بتاعنا. هل محمد حقيقة أم أسطورة؟ هذه الأسئلة الآن التي تناقش في الأكاديميات. هل هو موجود فعلا؟ هل وجد فعلا؟ ما هو اسمه الحقيقي؟ وأين ولد؟ وهل مات في المدينة؟ لأني وقت اللي عملت البحث متاعي، نفتح قوسين بسرعة، وقت اللي عملت البحث متاعي على وفاة الرسول، وكتاب في المصادر الإسلامية أغلبها معناتها كتبت على الأقل بعد قرن ونفس نصف من موت الرسول. هناك مصادر بيزنطية وقبطية وإغريقية تقريبا معاصرة لفترة الرسول، وهناك نص مكتوب بالإغريقية فيه، هي رسالة بعثها تاجر لأخيه الذي يسكن قرطاج، ويعني بعث له قال له بعث له سلامات وقال له كيفاش أحوال العائلة، قال له شنو أحوالكم في غزة، لأنه هو من غزة، قالوا هاو جانا واحد يقولوا له محمد ويدعي النبوة، وجانا يحب يحتل القدس. وهذا الحديث صار عام 634، يعني عام 634 الرسول ما زال حيا ويحارب في غزة، مع أنه المصادر التراث الإسلامي موجود، التراث الإسلامي كيف ناحية الترمومتر مش معناها ناحية السخانة. هذا نقطة استفهام كبرى، هذا فقط باش نقول لك يعني سؤالك هو وجيه فعلا، رجل دين أو رجل دولة، هل كان غازيا شرسا أم كان إنسانا حليما، لأنه شخصية مليئة بالتناقضات الشخصية المحمدية. أنا نمشي معك أبعد، يعني نحبك تكون جريء، الأستاذ أحمد وحتى الأستاذ خالد تحدثوا على الشجاعة والجرأة. كمل السؤال إلى الآخر، لا تقف في وسط الطريق واسأل نفسك هل هو حقيقة أم هل هو أسطورة.
يعني الأسئلة فعلا كتير، أنا أحاول ألتقط بعض الأسئلة التي قيلت وأجاوب عليها سريعا. السؤال اللي كان بيقول يعني في شبه إرهاب تنويري وشبه إن التنويريين أو ما شابه بيقصوا الإسلاميين، وإن مسألة تجربة تونس تجربة عظيمة وتجربة إلى آخره الأوصاف، إن تجربة النهضة يعني فوق النقيض. أنا الحقيقة لا أعتبر تجربة النهضة في تونس مختلفة عن على الإطلاق عن تجربة الإخوان في مصر، ولكن لأن الضغط التونسي وحضور العلمانية في تونس جعلت حزب النهضة يتعامل بشكل براغماتي عملي، لكن عند التمكين سيصبحون داعشا أخرى. فمسألة إن إحنا نقول الغنوشي وحزب النهضة وإيه الجمال اللي فيه حزب النهضة، هذا كذب بين في أطياف. لكن أنا حضرت الإخوان عندما كانوا خارج السلطة، كنت حاسس إن فرقة البيتلز هتيجي تحكم مصر. إحنا فاتحين للخمور بدون مش عارف ايه الفنانات، ونقابل الفنانات ونسلم عليهم. انا الحقيقه حسيت ان انا عايش في جنه. الاقباط تعالى واشترك معانا، ودخلوا اقباط حتى يمرون من خلال الدستور، ولكن المشهد الذي جعلني افزع على مصر فعلا عند قصر الاتحاديه، عندما ضربوا الناس قدام قصر الاتحادية، ووجدت مسيحيا مشهد مشهور جدا جدا في التلفزيونات، كان عريان كان بتنزف الدماء من رأسه، قالوا له اسمك ايه؟ قال مش فاكر، لانه خايف يتقتل. قبطي مصر، صاحب الأرض، صاحب مصر، خايف إنه يقول الكلمة دي. فللأسف الحوار من الممكن أن يكون حوار بين رأي ورأي معارض أو رأي مخالف، لكن الحوار مع الإسلام السياسي هو بين الرأي وبين نفي الرأي، فلا حوار. ليه؟ لانه بيبدا من الاول بيقول لك انا بتاع ربنا، هتتكلم ازاي بقى عن كلام ربنا؟ ده الوكيل، ده اللي معاه التصريح، معاه الكارنيه بتاع ربنا، انا معيش الكارنيه بتاع ربنا. فخلاص حوار ايه بقى؟ الحوار غير موجود اصلا. نمره 2، ان احنا فعلا بنحكم من المقابر. الماضي بيحكمنا بشكل كبير قوي، وعلينا ان نحسم اجابه على سؤال بديهي. الدين خلق لخدمة الإنسان أم أن الإنسان خلق لخدمة الدين؟ لا، مش معقول إن إحنا يعني زي ما يقولوا إيه، في أسطورة كده إغريقية أو حكاية إغريقية، إن كان واحد صاحب فندق على الطريق، كان يجيله القصير على مقاس السرير جميل جدا، يروح حطه على السرير ومنيمه، لو طويل بيقطع رجليه عشان يناسب السرير. احنا الحقيقة كلنا بتتقطع رجلينا وايدينا وادمغتنا عشان نناسب سرير الدين، نبقى على مقاس الدين، وهذه معضلة كبرى. لابد ان السرير بقى يبقى مرن ياخدنا ويبقى واسع ويطول. مش معقول اللي احنا فيه، مش معقول نقعد نبتر ايدينا ورجلينا في سبيل خدمة فكرة وهي الدين. تاني حاجة، أن الدين مصدر الأخلاق الوحيد. لا، الأخلاق قبل الدين، الأخلاق كانت قبل الدين. لخطوتين بس لليابان تعرف أن الأخلاق ملهاش علاقة بالدين. دور الانفجار الرقمي، أنا بحب أطمنك أن ما الأفكار المتخلفة التي نشرت بالسيف
ستنتهي تلك الأفكار المتخلفة بالفيس. أنا حضرت في بعد تخرج من كلية الطب عشان أعرفك بس الانفجار الرقمي ده بيعمل إيه. كنت في نادي اسمه نادي الصيد في مصر، كنت لا أستطيع المرور بجانبه لأن هناك داعية مهما شابا تدخل إليه ويدخل إليه عشرات الآلاف في هذا النادي في الجامعة. هذا الشاب اسمه عمرو خالد. الداعية أصبح من أغنى عشرة في الوطن العربي الآن يعني. المهم إن ده كان عامل مهم جدا جدا في نشر الحجاب في مصر، والحكايات الخرافية بقى عن إن واحدة كانت عند عمرو خالد وخرجت في عربية صدمتها قدام النادي وهي كانت مقتنعة بالحجاب، ولكن العربية صدمتها فعمرو خالد إداها توصية بإنها تدخل الجنة لأن كان نيتها إنها تلبس الحجاب قبل ما تصدم على العربية. المهم تمضي السنين وعمرو خالد يكبر والدعية وزيه كتير من الدعاء اللي أنا بسميهم الدعاء كاجوال. يومين فقط في الفيسبوك عندما عمل إعلان عن الفراخ قضي عليه تماما، أصبح غير مؤثر في مصر على الإطلاق من خلال بوستات الفيسبوك فقط. فلو المسألة تركت الكيبورد أصبح فاضحا وكاشفا. الشاب قاعد، أنا جيلي كنت عشان أدور على فكرة أدخل على الطبري 500 مجلد أقعد أدور ومش عارف إيه وإيه وإيه، لكن ده بضغطة زر على الكيبورد بيكشف كل شيء. كانوا بيضحكوا عليا زمان ويقولوا لا الحديث ده مش موجود، أنت جبت الحديث ده منين؟ الشاب دلوقتي ما يضحكش عليه، عارف إن الحديث ده فعلا موجود، وعارف إن الرضاع الكبير موجود، وعارف إن مش عارف إيه موجود، كل ده موجود محدش يضحك عليا. في سؤالين ليهم ارتباط ببعض، ان العلمانية هي الحل وان الدين عند الكنيسة غير عند المسلمين. الحقيقة الكلام ده بيقال كتير قوي عشان يكرهنا في كلمة العلمانية. لا احنا مختلفين، الكنيسة كانت بتقهر العلماء في عصرها، الكنيسة كانت بتعمل، لا في خلاف ولا بذور موجودة للعلمانية في التاريخ الإسلامي إلى آخره. لكن إحنا عندنا أعمال العقل وفي ديننا كذا وكذا. الحقيقة الإسلام له كنيسته مثل المسيحية بالضبط، وله كهنته وله رجال دينه الذين كفروا ما نفخر به ونسميهم علماء المسلمين. هنا نقطة محورية مهمة جدا، هل هم علماء عشان هم مسلمين؟ الإجابة اعطني عالما خرج من الجزيرة العربية حتى في الدين. لو انت عايز تقول ان لما الإسلام طلع خرج فجأة العلماء، كل العلماء الذين نفخر بهم أبناء حضارات، يا إما من فارس يا إما من مصر يا إما من المغرب يا إما من الشام يا إما من العراق، كل العلماء دول الأخطر أنهم كفروا. ولازم نعرف المادة إن ده مسكوت عنه، يقول لك الرازي أبو الطب شوف مكتوب إيه عن الرازي من رجال الدين، شوف ايه مكتوب عن ابن سينا من رجال الدين، شوف مكتوب ايه عن ابن الهيثم، كل هؤلاء كفروا. اذا المساله مش ان الدين افرز هؤلاء العلماء، هم علماء ابناء حضارتهم. ولو بصيت حتى لرجال الدين وكتب الفقه وكتب الحديث كلها جايه من ناحيه روسيا وفارس، يعني المساله ملهاش علاقه ابدا في مسألة الجزيرة العربية الإمالية.
ملك هو مثلا يمكن الوحيد يعني او قلائل يعني من الجزيره العربيه. الصراع بين السؤال بتاع عزيز سؤال مهم جدا بتاع بول البعير. يعني اذا كان بول البعير عندكم جرامات فنحن لدينا في مصر اطنان. والحقيقه يعني في حكايه ظريفه جدا حصلت في السعوديه، ان بول البعير بقى لما انتشر الحقيقه لقوا انتشار خطير جدا في المساله. يعني مش معقول البعير اللي عندنا هيجيب المساله دي. اكتشفوا ان مهاجرا افريقيا اصبح مليونير، يدخل الى دوره المياه ويملا الزجاجات ويبيعها على انها بول بعير. مش عارف الطعم مختلف ولا لا، بس الحقيقه للاسف وزارات الصحه في الدول العربيه من الممكن ان تكون لديها رقابه عنيفه جدا على ترخيص. يعني احنا عندنا في مصر ما حدش يقدر يحط يافطه مثلا الا لما ياخد يافطه لافته ويجري على وزاره الصحه ونقابه الاطباء ويطلعوا عينه. لكن عندنا عيادات للحجامه، الحجامه التي هي التشريط مع كاسات الهواء في بلد مصر في بعض المدن كانت وصلت ل 20% فيروس سي. 20 يعني واحد من كل خمسه كان مصابا بفيروس سي. في هذا المناخ اجيب مشرط ملوث واقعد اشرط واحط كاسات هواء عشان او تحت شعار الطب النبوي وافزع وزاره الصحه، ولا يستطيع انسان ان يغلق هذه العياده. الكلام عن السبع تمرات وانها بتشفي من السم. الحقيقه قلت لواحد مره في البرنامج يا ريت تجيب لي تعبان كوبرا يقرصك وتاخد السبع تمرات ونشوف تجربه عمليه. وطلع اكتر بقى ان مش السبع تمرات بس، ان انت لو اخدت عدد زوجي من التمر من الممكن ان تصاب بمغص وتلبك معوي وتاتي لك كل الامراض. لان الصحيح في التمر هو العدد الفردي. وطبعا بقى خد عندك يعني مسائل كتيره جدا من هذه التخريفات. وللاسف الاخطر ان اطباء مش رجال دين، اطباء يتحدثون بهذه المقولات وأساتذة في كلية الطب. يعني هديكم مفاجأة، ختان البنات اللي موجود في مصر وفي إفريقيا اللي رفع قضية على وزير الصحة المصري رافضاً إن مسألة ختان البنات تجرم، أستاذ النساء والولادة بجامعة بطب عين شمس الذي لم يقرأ عن ختان البنات في أي مرجع، مش موجود. جريمة بربرية يدافع عنها أستاذ نساء وولادة، وللأسف هو ابن مطرب كبير، هو ابن المطرب محمد فوزي. للأسف يعني عنده حتى حس فني ويرضى عن أن تجرى تلك الجريمة للبنت المصرية. السؤال بتاع لا يوجد ما يسمى تراث وهناك تحريفات والكلام ده، الحقيقه جاوبت عليه يعني الصديقه هاله الوردي. وده مهم قوي ان احنا لا نكرر مقوله لا يمثلون الاسلام. دول بتوع ده لا الحقيقه انا مش شايف اي جريمه بتحصل دلوقتي الا ما يكون صاحبها محمد، محمود، احمد. انا مش بقلصق ده بالدين ولكن بطريقه التدين. ما نقل لنا وما حمل الينا من افكار عبر السنين اصبحت مخزنه، واصبح يقتل نتيجه نصوص دينيه زي ما انت قلتي وزي ما كتير قالوا، نصوص رائعه لاعمال العقل والسلام والتسامح. هناك على الجانب الاخر نصوص تحرض على وتكفير المخالف.
كل هذه النصوص ولا داعي لذكرها، انت حافظينها كلها. والا هي داعش بتتحرك من ايه؟ يعني هي داعش دي مخلوقه من هوا ولا بتعتمد يا جماعه على نصوص دينيه موجوده؟ ما نكذبش على نفسنا، احنا عندنا نصوص ولازم نتصالح مع الحضاره. نحن الدين الوحيد الذي لم يتصالح مع الحداثه بعد. الهندي تلاقيه قاعد في امريكا مندمج، او في فرنسا مندمج، الصيني مندمج، اي جنسيه من الارض مندمجه. لا تجدي الا المسلم في فرنسا وفي هولندا رافع انا اريد مدرسه اسلاميه، انا اريد مئذنه، انا اريد اطلع الميكروفون مش عارف على ايه. نوع من انواع التحرش الديني بتحصل من المسلم في اوروبا بطريقه غريبه جدا. هو الوحيد اللي بيعمل كده، مفيش اي جنسيه ولا اي ديانه عندها هذا الالحاح والصراخ بالطقوس مثل المسلم. احنا مستعدين لدفع الثمن فعلا في نوع من انواع الخوف عند مستنيرين كثيرين، عند المثقف العربي يريد الدخول في الوحل بتاع المعركة دون أن تتسخ ملابسه، يتقمص من شتايم، من حد بيشتمه على الفيسبوك يزعل قوي وكده. لا، ده انت داخل تعمل عملية تغيير زرع مخ، انت عايز تعمل زلزال، فلابد ان انت تتحمل الثمن وتدفع الضريبة. الحقيقة هم قلائل، بس بدأت المسألة في التغيير. آخر سؤال، إن التأخر العلمي ملوش أي علاقة بالدين. لا، ليه علاقة. الفكر الديني ليه علاقة مهمة جدا. هديكوا المسألة مش مجرد إن احنا نص قدام نص وقاعدين نتجادل في عدد الركعات كام والوضوء ازاي. لا، مسألة بتموت ناس. مسألة تأثير التفكير الديني على العلم عندنا في مصر، ختان البنات نتيجة التأثير الديني ورجال الدين في مصر بتتعدى 90%، ويمكن انخفضت يوم ما تنخفض تبقى أكتر من 80% شوية. أدي حاجة. الناس بتموت في مصر اللي عايزة تزرع أعضاء لأنهم ما زالوا ينتظرون الفتوى من الأزهر ومن رجال الدين بأن اللي عايز يزرع كبد أو اللي عايز يزرع قلب لازم يدق على باب دار الفتوى. ده متعلق في رقبة مين؟ في رقبة الشيخ الشعراوي اللي قال سيبوا الإنسان بيغسل بيأجل مشيئة الله ليه؟ الذي قال بتأجل مشيئة الله ليه؟ راح اتعالج في الغرب فورا وجري، واللي عالجه المسيحي واليهودي، ده اكبر قامة يمكن في الوطن العربي مع كل الاجلال لتفسيره اللغوي. لكن المسألة وصلت الى ان واحد يموت نتيجة فتوى، والذي قال هذه الفتوى قال سجدت لله شكرا يوم هزيمة 67. فالمسألة ما بتنفصلش، مسألة الوطن وعدم اعتبار الوطن مسألة مرتبطة بالتأخر التفكير العلمي. احنا ما يضحكش علينا مسألة ان رجل الدين يقتحم فضائنا الخاص، مساحتنا الخاصة، لابد ان احنا نقضي عليها فعلا. مساحتي الخاصة هي المساحة لابد ان تحترم. ما ينفعش نطلع نصلي في نص الشارع ويفزعونا بان ده من الدين. ما ينفعش ان الميكروفون يتحط على البلكونه بتاعتي وتفزعني بان ده الدين. ما ينفعش نبني جامع على الترعه عندنا في مصر ولا في طريق عايز نعبي الطريق او نسافل الطريق ولا ده جامع ما تقربش منه. كل ده بيفكرني بزميلي اللي كان يغلس عليا ويسرق السندوتشات ويتعبني في حياتي، يمكن انتوا بتسموه الباسل، انا بسميه الرخم، الغلس، التلم. الولد ده لما كان يغلس على حد في الفصل ويغلس عليا، ساعة ما نيجي نتخانق معاه وناخد منه الشنطة ونرميها في الأرض يقول اوعى الشنطة فيها كتاب دين.
بعد كل هذه الغلاسات هذا ما يحدث الآن. الشنطة فيها كتاب دين، ما زلنا نعيش هذا العصر. شكرا جزيلا وأسف على شكرا. شكرا أستاذ هاني وردي، شكرا أستاذ خالد منتصر. يمكن أن نحتفظ من هذا النقاش بثلاث خلاصات تركيبية، ما قاله الأستاذان الكريمان وما قاله الكثير منكم من المتدخلين والكثيرات. الخلاصة الأولى هي أنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة حقيقية بدون المدخل الذي دخلت منه الشعوب التي نهضت في عصرنا، مدخل العقلانية العلمية ومدخل احترام الإنسان باعتباره قيمة عليا، باعتباره هو الغاية. وهذان المدخلان معا غائبان في كل بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ما زال الإنسان يتم تبخيسه وتحقيره ويعتبر مجرد وسيلة يستعمل، وما زال العلم غريبا عن هذه المجتمعات. ولكن هناك خلاصة تركيبية ثالثة تظهر عند حديثكم عن كل هذه الظواهر الغريبة من شيوع الخرافة وبول البعير وغير هذه الأشياء التي تذكرونها، وأيضا تدهور التعليم وغياب وسائل الإعلام الرسمية عن تأطير المواطن وعن تثقيفه، يظهر أن الخلاصة الثالثة هي وجود أنظمة سياسية ترعى هذا الواقع لأنه في مصلحتها. لا يوجد حاكم وطني في العالم يرى شعبه يشرب بول البعير ويرضيه ذلك، لا يمكن. كل الذين بنوا البلدان الناجحة اليوم كانوا أناس وطنيين غيورين على بلدهم ولديهم رغبة في أن تنهض هذه الشعوب وأن تتنور عقولها، ولهذا حاربوا الخرافة ولم يشيعوها، قووا الأنظمة التربوية ولم يساهموا في تدهورها. في رواندا اليوم اللي بلغت في أفريقيا 12% نسبة نمو، كانوا يقتتلون قبل 19 سنة، كانت هناك حرب أهلية وقتل 1,000,000 مواطن رواندي في صراع عرقي. اليوم يمثلون نموذجا فريدا في أفريقيا بفضل ماذا؟ بفضل نظام تربوي علم كل الروانديين بأنهم أبناء الوطن الواحد، وعلمهم بأنهم كلهم متساوين. ولكن كل الملاحظين يشهدون بأن رواندا نهضت بفضل القيادة الرشيدة، نخبة وطنية لديها غيرة على بلدها، لم تستعمل الخرافة ولم تقم بتنويم المواطنين، بل على العكس تماما قامت بتوعيتهم وقامت بجعلهم يرتبطون بالأرض وبالوطن ويدركون قيمة ومعنى الإنسان. وهذا هو الذي بنى كل الحضارات التي تحيط بنا والتي نعيش على يعني ما تبدعه، ونعيش على ما تبتكره. أعتقد إذن أن جوهر مشكلتنا هي وجوهر سياسي، مثل ما كان منذ بداية تاريخ الإسلام، منذ ما قبل يعني أزيد من 14 قرن إلى اليوم، ما دامت المعضلة هي أنظمة سياسية فاسدة وتغطي على فسادها بجعل المجتمع ينام ويخضع ويعيش الخرافة. ثم لماذا لم نستطع زحزحة هذه الأنظمة؟ غياب تعاقد اجتماعي قوي وحقيقي يجمع كل المؤمنين بالديمقراطية. نحن شتات من الناس نحلم بمستقبل أفضل، ولكن لم نستطع أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا لكي نواجه الأخطار المحيطة بنا. هذا التشرذم في وسط اليساريين، التشرذم في وسط الليبراليين، التشرذم في الحركات النسائية، التشرذم في الحركات الأمازيغية، التشرذم في كل الحركات الحية هو الذي يقوي هذا الوضع الفاسد الذي يجعل الخرافة تشيع محل العلم ومحل العقل.
سيدات السادة، قبل أن نختم هذا اللقاء نذكر بأنه غدا لكم لقاء مع يساريين المغاربة، مع الماركسيين. سؤال مطروح منذ الاحتفالية بماركس: ماذا تبقى من الماركسية؟ ربما سؤال سيطرح وسيناقش. لديكم أيضا لقاء مع واحد من كبار كتاب عصرنا، يوسف زيدان المصري، الذي أتحفنا برواية جميلة وبأبحاثه في المخطوط القديم. ولديكم أيضا ندوة لكل عدد كبير من الفاعلين في الحركة الأمازيغية يوم الأحد، حول القوانين التنظيمية، حول الأفق، حول تدبير التنوع والتعدد اللغوي والاختلاف في بلادنا. فكونوا في هذه المواعيد. نجدد الشكر للمنظمين، وشكرا لكم أيضا على حسن الحظ.